ترى الأكل من طبخ الحسين ما يجوز وحرام أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أهل به لغير الله، وأنتوا طبخكم أكيد مو لله وإنما لغير الله. تمام، يعني هسه أنت اعتراضك على كل الطبخ اللي يتقدم في عزاء الحسين لو اعتراضك فقط على الذبح، بحيث جبت لي الآية اللي تقول وما أهل به لغير الله. إذا قصدك كل الطبخ فيا أخي لا تضحك الناس عليك، أنت مو تطبخ بعرس عمك، بفاتحة خالك، بزواج ابنك، يعني هذا الطبخ مو لله وحرام لأن هي مناسبات تخصك. زين ضيوفك إيش راح تقدم لهم؟ رصيد؟ بعدين أكو هواي مناسبات بيها إطعام الطعام مستحب، مثل العرس، العقيقة، شراء بيت. ها خاف تشكل بالآية على الذبح، يعني ما عندك إشكال ويا التمن والمرق، سالفة باللحم هم أجوياك. أنت من تذبح بمناسباتك أو تذبح للحسين عليه السلام مو تقول بسم الله والله أكبر؟ هم سامع واحد منا يقول غير هذا الشيء حتى نعرف شلون وما أهل به لغير الله؟ يعني أنت بفاتحة أبوك راح تسمي باسم أبوك لو تسمي بسم الله وتهدي ثواب هالوالدك؟ بعدين يا عزيزي أنت مشكلتك ويا الأكل، خو أهل البيت نازل بيهم ناس يطعمون الطعام، إنما نطعمكم لوجه الله، وأحاديث الإطعام كلش هو لو لأني الثواب بها للحسين عليه السلام وتقام بها الشعائر اللي هي من تقوى القلوب وخروجها عن الشحو والبخل ببذل الغالي والنفيس. بالأخير أتمنى من تحكم أو تنطي رأي أو قرار يكون عن دراية، عن بحث، عن تدقيق، مو تسمع من أي كان، خصوصا من تسمع شخص يتكلم عن شخص آخر لازم تروح للشخص الآخر تتأكد من الكلام. فالناس تنظر للدين وخصوصا المذهب بشكل مختلف، فمنهم اللي تكون نظرته إيجابية عن علم وفهم، ومنهم اللي تكون نظرته انطوائية ومغلقة ومعقدة. وأبسط مثال هو قول دائما نشوفه مكتوب على المحلات اللي هو اتق شر من أحسنت إليه. فبعض الناس يفسروه أنه لازم بعد ما نحسن للناس، لأن أكو ناس يأكلون الملح ويكسرون المملحة والناس مو زينين ويأذوك، فيتحول الحديث إلى عقبة في طريق الإحسان. أما البعض الآخر يقول إذا أحسنت الشخص يعني اتقيت شره، فمن تحسن إلى بعد ما راح يأذيك وابتعد عنك الشر. مثل ما يقول الإمام علي عجبت لمن يملك العبيد بالمال ولا يملك الأحرار بالإحسان. فنفس الحديث تم تفسيره بطريقتين، مثل ما فسروا آية وما أهل به لغير الله واللي نزلت ضد اللي كانوا يذبحون للآلهة والأوثان. بس بعض من يزعجهم إحسان أهل الطبخ على الناس فسروه على أنه هذا الطبخ مو لله وحرام وما يجوز الأكل منه، وهذا على العكس من اللي دي يصير أصلا. فأتحداك تجيب لي واحد وهو قبل ما يذبح يقول بسم الحسين وما يقول بسم الله وبالله. كل ما في الأمر هو أنه إحنا نذبح الذبيحة لوجه الله سبحانه وتعالى ونهدي ثوابها لمولانا أبا عبد الله الحسين. فنرجع ونقول لا يغرك كلام الناس وتهجمهم، وابحث عن الحقيقة فهي ناصعة البيان.